بيقول ما رأي قداستكم في التفسير الذي يقول ان الابن يمثل الرحمة والاب يمثل العدل؟ غلط في غلط في غلط. ويوم الدينونة ستخضع الرحمة للعدل؟ غلط في غلط في غلط. لانه لا رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. شوفوا معنى هذا الكلام، ان هناك تناقض بين رحمة الله وعدله، فمتى تنتصر الرحمة تنتصر والعدل ينتصر؟ الكلام ده غلط لاهوتيا، مش مظبوط. الله لا يوجد تناقض في صفاته، وزي ما قلتكم مرارا عديدة صفات الله تدخل في بعضها البعض. رحمة الله مملوء عدلا، وعدل الله مملوء رحمة. رحمة الله رحمة عادلة، وعدل الله عدل رحيم. فما فيش تناقض وانتصار العدل والرحمة. كما ان احنا لو قلنا الاب يمثل العدل والدينونة، والابن يمثل الرحمة والرحمة تنتصر، يعني الابن ينتصر على الاب؟ يبدي حتى الكلام ده غير لائق، غير لائق كالسؤال.